السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم معتصم من قناة أندرويد الطرامة نتمنى من رب العرش العظيم أن يبلغنا وبلغكم الصحة والعافية يا رب ونكون دائما تأمين والأمين إن شاء الله في درسنا اليوم سوف نتطرق إلى شرح تحديث لرومات هوفس الرومات الجميلة جدا والسبب وجودة بجدارة بالنسبة لهواتف النسري طبعا الروس خاص بالروم خاص بهواتف النسري جميع طرازات إذا كان من الهلتي أو الكورة أو الكاينة في بعض الإخوة يعني بيرسل مثلا طرازه تسعة ألف أو تسعة ألف واثنين تسعة ألف واثنين يعني إلا يكون فيها درس عشان اقدر احدد لك موديل انت خاص ب الهيلتي او الكور او الشاينا او الهيلتي العادي لانه بالتسميات بالنسبه لي رومات سيان جمود في اربع اسماء الهيلتي والهيلتي كور والهيلتي شاينا والهيلتي اوتوم يعني في الاربع ديل بيكون طرازك موجود في الأربعة المسميات آه نرجع لموضوعنا آه طبعا زي ما ذكرت ان هي آه الروم قبل كده نزل في آه بعض التحديثات اذا كان من آه هو حاليا بنتكلم عن الروم التحديث ب آه 2.8 كان في 2.4 2.5 و 6 و 7 واخر تحديث اللي هو الايت طبعا دايما بنسك بنذكر لما يكون في تحديث بالنسبه للروم بيكون معالجة بعض الاخطاء او بعض الشوائب يعني زي الرومات الرسميه كل ما فتره اذا كان في معالجه بيجيب لك يعني رساله بتاع تحديث لي بعدد ميجا بايت معينه لمعالجه بعض الخطا او بعض الاشكاليه في الروم آه طبعا الروم ممتازة ممتاز جدا سلس جدا في الاداء بتاعه ما في اي اشكاليه بالنسبه للبطاريه فول ما في اي اشكاليه آه بنمشي لمحه سريعه عن الاعداد الاعداد الخاصه بالروم بنمشي لمحه عن الهاتف الاصدار الاندرويد طبعا زي ما ملاحظين عارفين امامنا هنا اصدار اندرويد بي او 9 بنمشي للاصدار الاصدار بتاع نظام التشغيل الخاص بهواتف عفوا روم ولا بس الاصدار هو 2.8 يعني هي فيها كم صدار من ال 2.2 2.3 2.4 و5 و6 و7 و8 طبعا ده اخر اصدار ليها لانه هي زي ما ذكرت دايما كل ما يكون في تحديث بالنسبه لروم بكل الافضل بكل معالجه بعض الاخطاء بعض الشوائب المتواجده في الاصدارات السابقه وده بكون يعني شيء جميل في الروم مراعاة لنظام التشغيل الخاص بها آه هنا تا آخر تاريخ الإنشاء بتاعه كان يوم ثمانية 8, 8. ألفين آه بنمشي برضو ليا الكاميرا زي ما لاحظين الكاميرا ما فيها أي إشكالية بس اللي ده أنا عندي آه صور بالنهار برضه أه برضو اللي أه الصوت طبعا هي ما بكون يعني فيها مشغل بتاع ميوزك لكن انا نزلت مشغل بتاع ميوزك عشان نعرف الصوت أغنية <applause> <applause> حزينة جدا بالنسبة لي الثورة في السودان طبعا برضو يعني الـ 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 اللانشر الخاص بي في الاصدارات السابقة طبعا انا كلها نزلتها وكلها جربتها اذا كان من التو اذا كان من السري اذا كان من الفور اذا كان حتى الناين الحاليا بتكلم عنه اللانشر حاليا يعني لانشر جميل جدا فيه اضافات كثيره جدا بيختلف اختلاف توتالي totally من اللانشرات او اللانشر الموجود فيها الاصدارات السابقه لانه بالجد يغنيك عن تنزيل او تصطيب لانشر اخر من الخارج يعني بالجد هو لانشر ممتاز جدا في كميه خرافيه جدا من الاعدادات للواجهة واجهه الهاتف او التطبيقات هنا طبعا مدينا تغيير شكل الرموز يعني كميه من الاسطوانه طبعا هنا دي جديد زي ما ملاحظين هنا مدينا ليه تغيير كنفس الاسطوانة برضو ممكن تخصص شكل الرموز او الايقونات الخاصة في الهاتف ممكن تعمل تخصيص خاص بي زي ما ملاحظين هنا مدينا ليه بجتية يعني لانشر ممتاز جدا فيه كميه من الدادلي الخاص بواجهه الهاتف وفي نفس الوقت يعني شكل الرموز أنا ما عاوز أخش فيه كتير لأنه بجد هو لانشر مليان اختصارات يعني هياخد زمن لكن هيكون فيه درس مفصل وفي نفس الوقت أنا شخصيا كده هقوم أسحب اللانشر ده من الروم لأنه هو بجد لانشر جميل جدا وأنا بصراحة عجبني هسحبه من الروم ويكون فيه درس مخصص للهاتف زي ما ملاحظين هنا مدينا يعني بجد لانشر جميل جدا ممتاز جدا ما فيه ولا كلمة زي ما بقولوا هنا طبعا مدينا برضو ليه غيرات اخر المخم ملخصات البحث بتاع الخاص بك آه ما اظن يكون في شي تاني ما ذكرناه طبعا هنا الاعداد بتاع الهاتف او التخصص بتاع الهاتف برضو ما عاوز اخش فيه لان بصراحة فيه ناس بيميله في ناس آه بيملوا في شرح التخصص لانه هو بياخذ زمن وبيميل شويه يعني لكن اخلي لك حريه الاختيار فيما تشاء زي ما بقولوا لتخصص الهاتف الخاص بك هنا بالنسبه للبطاريه ما في اي اشكاليه زي ما ذكرت لكم بطاريه اداء البطاريه سلس جدا وممتاز جدا ما في اي اشكاليه دي بالنسبه لي الشاشة برضو ممكن برضو في بعض الاعدادات ممكن تقدر تستفيد منها في الشاشه دايما زي ما ذكرت في الفيديوهات السابقه يعني كل ما يكون في روم في جسم تخصص لي للروم في الشاشه ما بكون فيه ضبط كثير لانه بكون دايما في التخصص او الجسم الخاص إعداد اللانشر عفوا اعداد الكنترول في الهاتف الصوت شفناه وطبعا هنا برضو التخزين ما فيه اي اشكاليه عاوزين نخش فيه الرفاهية الرقمية برضو ما فيها أي آه شيء يذكر نفس الرفاهية الرقمية في الرومات الصابغة بالنسبة لي الاعداد بتاعة الشبكة برضو ما فيها أي اشكالية آه في جميع انواع الشبكات المفضلة ممكن برضو تخصص نقطة اتصال خارجية لو من عندك آه لحد هنا يعني اتمنى ان يكون الدرس عجبكم وتجربوا الروم لاخر نظام التشغيل اتمنى برضو بالنسبه للناس اللي بيشاهدوني لاول مره نتمنى منهم الاشتراك في القناه لدعمنا واستمرارنا لقدام لتقديم المزيد وبالنسبه للناس اللي بيشاهد المشتركين عندنا نتمنى منهم لايك للتحفيز واشوفكم في امان الله